اتكلمنا عن موضوع كان شاغل ناس كتير جدا، موضوع بيشغل الشارع الرياضي بصفة عامة، كل الانتماءات بتتكلم فيه، وشايفين ان قضية ان يتعمل عقوبة على لاعب وتتطبق وما تتطبقش، ويتم الاعلان عن العقوبة بعد شهرين من ارتكاب الخطأ اللي هو عمله، قصة كبيرة جدا وكلام كتير جدا. حابين بس في البداية كده نوجه كلامنا للناس اللي بتتكلم عن الأخلاقيات واللي بيتكلموا على المبادئ. الموضوع إن في عبارة كده بخصوص المبادئ دايما بشوفها هي مفتاح سحري للقصة دي. العبارة دي بتقول إن المبادئ بتبقى دايما كلها محل شك إلى أن تتعارض مع المصلحة. دايما بتبقى المبادئ حسب المصلحة بالنسبة لناس معينة، وده غلط. لما بنشوف بعض الناس بيتكلموا عن قضية معينة وإطار معين، لما بنشوفهم مثلا يتكلموا عن قضية شيكابالا، كابتن شيكابالا السنة اللي قبل اللي فاتت، هو وإمام عاشور، نفس الناس دول لما اتكلموا عن القصة دي اتكلموا فيها بشكل إن إزاي ده يحصل، وإن ده ما ينفعش، وإن إزاي ده يعني ده لعيب كبير وكابتن شيكابالا، وإيه الحركة دي وإيه الكلام ده وإيه الكلام الجميل ده، كلام سمعنا كلام وردي خلاص. أنت بص ده ما ينفعش اللي شيكابالا عمله، أو ما ينفعش اللي إمام عاشور عمله. وتيجي الناحية التانية لنفس الناس، موضوع كهربا، تلاقي إن القصة مختلفة تماما، تلاقيه بيتكلم عن الموضوع وكأن ده عادي، وعايز يصدر لك إن هو ما عملش حاجة. طب الواحد بيسأل نفسه أسئلة كده، ده بيحصل ليه وإزاي؟ اللي بيحصل ده بيحصل ليه وبيحصل إزاي؟ الناس دي بتسمح إزاي لنفسها يبقى عندها تناقض، تناقض في المعايير، تناقض في المبادئ اللي بيتكلموا عنها، وبيحاولوا يغزوا الناس ببعض العبارات الوردية، ولكن لما القصص بتلمس وتمس انتماءاتهم الموضوع بيختلف، الموضوع بيختلف اختلاف تام لما الموضوع بيتعارض مع مصالحك. شفنا ده في اكتر من قصة، شفنا ده في اكتر من مناسبة، وشفنا اتقال ايه على امام عاشور، ان ازاي لعيب يبقى عنده الموهبة دي ضيع نفسه ولعيب يبطل كورة. يعني كان التوجه ان امام عاشور ده يبطل كورة وقتها، ان ازاي تغلط في كيان او في رمز او طبعا الغلط كله مرفوض، ولكن ساعتها احنا شفنا القصة دي عشنا فيها اراء للناس كانوا بينظروا بطريقة مش طبيعية، وكانوا بيقولوا رأيهم بطريقة لاذعة ضد امام عاشور. احنا دلوقتي قدام حتى اقول لك على حاجة، امام عاشور حتى في الواقعة بتاعته هفكركم كده بالتسلسل بتاعها. إمام عاشور القصة والقضية بتاعته حصلت يوم، تاني يوم اتوقف، شكرا، مش هو لوحده، هو وخمس لعيبة في ناشئي نادي الزمالك اللي كانوا موجودين في غرفة خلع الملابس. طيب نادي الزمالك بعت تظلم، بعت تظلم للجنة الانضباط، فما يقول لك لا، الشخص اللي كان موجود بالمناسبة هو اللي موجود دلوقتي، أو هو اللي كان موجود في القضيتين، قال لك لا ما ينفعش هو يتوقف، والقصة مسألة الاستئناف ده، وانت بتستأنف عن الحكم ده، ده مش معناه ان هو يوقف العقوبة، لا هيتعاقب ويفضل موقوف لحين البس في الطعن او الاستئناف اللي انت مقدمه. نفس الكلام على كابتن شيكابالا، لما
القصة والمشادة الشهيرة جدا، والراجل طلع اللي كان ماسك اتحاد الكرة واتكلم عن الموقف وقال لك ده ما شتمنيش. طب اتوقف ليه؟ قال لك عشان قال لي انت اهلاوي. طب ده هل ده يعقل؟ ده تخيل، ده مسؤول عن الكورة في مصر هو اللي كان بيقول كده. احنا مش بنجيب كلام من دماغنا، ده كلام صوت وصورة. ده الاستئناف اللي قدمه نادي الزمالك ساعتها لاتحاد الكوره، والورقه اختفت وقال لك ده لا، ده هو التمس للخمس ناشئين التانيين لكن امام لا. ده لو تفتكروا ساعتها الموضوع. طب ازاي يعني انا كنادي الزمالك هل امام عاشور عندي اهم ولا الخمس لعيبه بتوع الناشئين او الشباب؟ فالورقه او الاستئناف ده، الورقة تم إخفائها زي ما بيقولوا كده، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا. الورق يختفي، الورقة اللي على الكيف، ورقة تخص نادي الزمالك هيبقى فيها حق نادي الزمالك، لا اخفيها. طب بقول لك ايه دلوقتي بقى؟ بيقول لك اصل ساحة امام عاشور انتوا ما عملتوش استئناف. طب ازاي؟ الورقة اللي اتعرضت قدام عينيكوا دلوقتي، نفس الامر، هو نفس الشخص ونفس الراجل الجليل القاضي المحترم لكل احترامه وتقديره، ولكن هو نفس الراجل اللي جاله نفس الخطأ او جاله خطأ مشابه واتأخر في اعلان العقوبة شهرين. ده شهرين ده بس لما طلعت كده اتسربت، احنا دخلنا في الشهر الثالث، دخلنا في الشهر الثالث ان الـ العقوبة اتوقعت، وبعد كده لأ اصلي في استئناف. خلاص الاستئناف فوري، الاستئناف من اول بوست على الفيسبوك، ايه ده النادي الفلاني هيستأنف، خلاص احنا نعتبر الاستئناف اتقدم والعقوبة يا باشا كأنها لم تكن، وتقدر تكمل لعب عادي جدا لحين النظر والبت في الاستئناف ده. طب هل الاستئناف ده انت هو في نادي بيستأنف على عقوبة، انت محتاج قد ايه طيب عشان خاطر تبت في الورق ده او في الاستئناف ده؟ ما احنا شفنا عقوبات فورية. النهاردة في غلطة لإمام عاشور وقت ما كان لعيب في نادي الزمالك، تاني يوم العقوبة 12 مباراة، عايز ينسيك كورة 12 مباراة وغرامة مالية قدرها كذا. وكان المقصود خلي بالك إمام عاشور، لأنه هو اللي كان بيلعب في الفريق الأول، فكان مهم إن هما يبقى مش موجود مع نادي الزمالك. دي عايزين برضو يعني نقول، هل إزاي أنت في قرار هنا بيبقى في اتجاه معين بيتلاقي ردود الفعل من وسائل الإعلام اللي المفروض تكون محايدة بتلاقيها غريبة جدا. والله الواحد بيحب يعني يتعلم من الأكبر منه، يتعلم من الناس الأكثر خبرة منه، ولكن لما بنشوف ازدواجية المعايير في مواقف زي دي الواحد بيعتذر، شكرا أنا مش عايز أتعلم منك. أتعلم منك إيه؟ أنت ساعة الأمر لما بيكون متعلق بنادي الزمالك بتقول إن دي كارثة وإن العيب ده يبطل كورة، ولما تخص نادي تاني على هواك وعلى كيفك كأن شيئا لم يكن ولا كأن في حاجة، ونتكلم في أي حاجة، ممكن نتكلم مثلا في الدارتس، نتكلم في الطايرة، نتكلم في أي حاجة تانية غير الكورة. فالواحد والله بيستعجب على ازدواجية المعايير وعلى اللي بيشوف، لأن ده خلي بالك بيسبب احتقان جماهيري لما يحس ان حتى منبر اعلامي محايد انه مش بيقول لهم الحقيقه، انه مش بيصدر للناس الصوره الواقعيه الحقيقيه اللي المفروض تتصدر للناس. فالواحد بيستغرب ويستعجب، وده كان كلام حابين نقوله بس عشان نوضح للناس بعض الحاجات والتفاصيل اللي الناس عايزين، كل واحد على هواه، كل واحد عايز يصدق اللي هو عايز يصدقه.